صباح الخير عليكم اخوتي العزاز، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الزبده وصباح الكوفيتير. صبحوا تربحوا يا احلى متابعين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير واتم الصحه والعافيه لا نتوما لا الناس اللي زاد عليكم. كنتمنى من المهمات ديالي خوتي وخواتاتي اللايكات ثم اللايكات ثم اللايكات ودوبروا التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. الله يكبر بكم اخوتي العزاز وعواشر مبروكه. غادي نتكلم على الاخ الخزان والاعتقال ديالو، وغادي ندوز لكم السعاد والكواليس ديال الصبح حتى هي اللي قال لك ضربتنا مقله وضربتنا بكامله وشات دار الصبح ولا التنازل وتسامحوا اللي عطى الله عطاه. المهم خليكم معايا تعرفوا شنو وقع اخوتي العزاز. اول حاجه الله يطلق سراح الاخ الخزان، وكنتمنى من اخ يوسف الزروالي انه يهضر مع اختو ويتواصل مع اختو ويكون واحد التنازل غير على وجه الوالدين ديالو، غير على وجه الوالدين ديالو والعيد هذه والعواشر. وما ينساوش اخوتي انهم كانوا خوت وكانوا صحاب وتشاركوا الدم وسافروا بجوج ودمتنا تشاركوا الماكله وسافروا بجوج وما خلاو ما داروا بجوج وكانوا مضامنين وكانوا واحد صحاب اللي مزوينين. الله ياخذ الحق في الشياطين اللي دخلوا بيناتهم وفرقوا بيناتهم، الله ينتقم منهم والله ياخذ الحق في هادشي اللي غادي نقول، والله ياخذ الحق في اللي كيديروا الفتنه. طالعين شي وحدين باغيين يركبوا على الموجه، يسرى بسبب الشكايه ديال يسرى، وجدوا راسكم اولاد شحيبر. اش كتخربقوا؟ خرج شي وحدين كاع كيتشفاو اللي تشفى في الخزان، كاين اللي كيعيا في الزروالي. شوفوا باش نكونوا واقعيين، الاخ الخزان غلط غلط كبير انني نجاوب واحد السيده ما عندهاش قناه اولا ما جبدتنيش من عايره من سبه. شي مثلا كيكونوا قنوات كيترادوا بعضياتهم كاين التبادل، اما واحد البنت اخوتي نقول شديتها وفعلت ليها وتركت ليها غلط كبير. وكذلك الاخ يوسف الزواري دار غلط من يجبد الام ديال محمد الخزان. ما خاص يجبدوا الوالدين والناس اللي بعاد يبقاو بعاد. والله القسم انا بقى فيا الخزان ما نكذبش عليكم، ما بغيتش ليه السجن لانه كيما راه ولد الناس، راه غير داك تعمار الشواج وداك النفيخ الراس ونفخو منه ونفخ منه. لا حول ولا قوه الا بالله في المفتنين اللي كيديروا الفتنه ما بين الخوت. كانوا غادا مزيان صافي ما بقيناش مفاهمين لا واحد الصداقه ولا شي حوايج، صافي كل واحد يشد طريقه ونبقاو هانين. لا شفنا كيفاش الاخ الزروالي كان متضامن مع الخزان وكيفاش تساندوا وكيفاش رقم عقلته كان يقول تعاونوا معاه. وكذلك راه ملي كانت كتوقع شي حاجه الاخ يوسف الزروالي كنا كنشوفوا الخزان كيمشي عنده وكيساندوا، واخا يكون فين كيمشي عنده وكيساندوا بزاف ديال الحوايج. ملي كان وقع داك الزلزال كانوا جاو جوج، المهم بزاف ديال الحوايج كانوا كيبان فيهم الخزان الزروالي، الزروالي الخزان ديما معاه. الله ياخذ الحق في اللي كان حيله وسباب، والله يطلق سراحه. والله ما بغيت لي انا هذا السجن يخرج بعدا يعيد غير مع والدي ناس كبار وهادي وناس ما في حالهمش. الله يطلق سراحه، راه صعيبه ما ساهلاش الصراحه. وكنتمنى الله يطفي هذا الغضب ما بين القنوات، والله يطفي هذا الغضب. ان شاء الله يكون واحد التنازل وواحد الالتزام، يكون تنازل والتزام ان هذا ما يبقى يجبد هذا وهذا ما يبقى يجبد هذا ونطفيو. حتى مثلا المتابعين ديالنا والله الا ضعفوا بجوجهم عزاز علينا باش ما نكذبوش، سيرتو حنا اصحاب قنوات ما عندنا معاهم حتى شي مشكل. الله يطلق سراح الخزان والله يدير الله يسهل على خويا يوسف الزروالي، ما بغيناش نتيم هاد المشاكل هادي. غير كيما قلت لكم ما يطلعوش شي وحدين يتبوردو ويقولوا حق رباتكم العاقه حق بسبب الشكايه ديال العاقه. هي فعلا يقدر يكون واحد المشكل، يقدر الا كانت مثلا يوسف دايره الشكايه بالخزان غطلع لي في السيستم ان كاينه به شكايه واحده اخرى تقدر تضاف شكايه على شكايه. هذا هو اللي ما بغيناش ليه. وسمعت ان قال لك بنت داك كبيسو حتى هي وقال ديال شكايه باخ الخزان. المهم الله يطلق سراحه واش اللي غادي نقول لكم. اما قضيه التنازل والصلح ديال سعاد اللي كتقولوا ان سعاد ضربتنا مقله سعاد غضبتنا، اي ما بغيناش سعاد تنازل السريعه ما بغيناش. لحد الان مازال ما كاينش تنازل باش تعرفوا، لحد الان مازال ما كاينش تنازل. حنا ما بغيناش السريعه تنازل، ما بغيناش سعاد تنازل السريعه. وانما واحد القضيه غادي نسولكم، واش حنا درنا السيني الصواني سعاد باش دير شكايات؟ لا خلصت من جيبها. واش حنا لزمنا سعاد شدينا بالسيف قلنا دير شكايات؟ لا كانوا ساندوها وعاونوها اصحاب القنوات من الاخت حنان، الاخت فدوى، الاخت وقيلة احلام ومولاة الماسك. المهم اخوات كانوا عاونوها معطوها ماشي بزز عليهم ولا شي حاجه، هما كانوا ساهموا معاها باش عاونوها ماديا ان شافوا السيده عيات شافوا تقهرات عاونوها من باب الانسانيه. ولكن ما عمرنا ما سعينا لسعاد انها دير شكايات. وفعلا سعاد مادام عاونوها الاخوات دارت شكايات ديال سعاد وشفنا الشكايات تفعلوا وشفنا السريعه غدا جايه الجلسات. وانتوما اللي كديروا الصواني السريعه والعاقه عيتوا عامين هادي، وانتوما كتغوتوا وكتنصبوا على الناس وكتجمعوا الفلوس مع المحسنين كل مره الصينيه الصينيه الصينيه. دارت شي شكايه؟
بنتي بنتكم سعاد، كنت قلت سعاد لعب مذكرة باه سعاد روشيرشي وسعاد مشيتي فيها والعشي قالوا بنتكم سعاد شي مرة غادا شي جلسة قالت لكم هذه عيني بنتي ولا هذه عيني السريعة ولا هذه عيني بكريشة اه بنت لكم شي شكاية وراوها لكم شو شي نتوما اللي خاصكم تهضروا نتوما اللي عندكم احسن سمس العشية حنا عادي تنازلت سعاد ما غتنقص منا والو تنام ما تنازلت ما غتنقص منا والو هضرنا على الموضوع ديالها سيدة فعلا مظلومة سيدة فعلا تعدوا على دوك الناس بغات تاخذ حقها مرحبا وتكمل ما بغاش تاكل حقها هي اللي خاسرة غتجيبها في راسها وغتجيبها في جيبها خسرت فلوسها اما السريعة ديالكم راه هي المستفيد الاكبر اللي طلعات عليكم الادسنس وطلعت عليكم ميمي والصواني ديال بصح داروا على السريعة وملايين صحاح تحطوا وكنا كنسمعوهم في المنصة 12 مليون هاد 36 مليون ها 50 مليون اللي خرجت يعني السيدة ضربت اموال طائلة ودارت لكم احسن شمس العشية انتم اللي خاصكم تهاجموا السريعة ديالكم اما احنا لا بالعكس علاش تقلقنا من سعاد ايه ما عجبناش الحال ولكن راه ما نصبتش علينا سعاد حنا ما درناش الصواني دارت فعلا سعاد شكايات استاذ الروكالي ما يمكنش غتدخل مع سعاد في اللعبة كتجي واحد الاستاذة من كازا حتى الفاس كدي بلاصة على ود من على ود الشكايات اللي دايرة سعاد ماشي اللي دايرة الطرف الاخر فين هما الشكايات فين هما التفريغات اللي كانوا كتقلعوا القنبلة فين هما القنبلة اللي كنتو كتقولوا كاينة قنبلة وكاين هادي ها اللي كتقولوا لنا احسن بصحتكم اولاد شحايبر بصح بالعكس بصحتنا بصحتنا هضرنا على الحق وناقشنا كلام الحق والمتابع تيق فينا وحنا غادا مع داكشي حنا ما كنحفروا ما كنقولوا ديري شكايات ما والو السعاد كتحرك دير الشكايات ديالك كنهضروا عليهم كيف كتشوفوا راهم كيتفاعلوا راه السريعه غادا جايه كتخلص سعاد من فلوسها مره واحده اللي كانت خرجت سعاد هي باش كانوا قالوا الاخوات اللي بغا يتضامن معاها يتضامن ماشي درنا لها الصونيه وفتحنا اللايفات وبقينا نقولوا تعاونوا زيدوا حنا غنزيدوا راه وليتوا نجمعوا فلوس استاذه اه واللي كتقولوا البارح كتقولوا الدفاع ديال سعاد هي اللي باغا التنازل والبارح العاقة خرجت وفرشتكم قالت لكم بابا اللي كيضغط عليا بوكريشة اللي باغي التنازل وباغي الصلح بوكريشة ديالكم كل مع اشراف السريعة غتهبط كل مع سعاد شادة من هنا وسعاد مزيرة بالشكاية ديالها ما غينوتش بوكريشة يقول التنازل كانت القضية كاينة في سعاد فعلا ودايرين الشكاية فعلا بسعاد ما كانوش غيطلبوا التنازل بهذه الطريقة بحال هكا يقبلوا الصلح فهمتوا اللي كتقولوا شوهتي بنتك والله تا غتهبطي الطربايا الناموسة وفينا هذيك الهضرة ديالكم فينا هي المصداقية ديالكم نتوما في هادشي كامل حنا شنا كلشي عمرنا ما كذبنا على المتابع شكايات دارتهم سعاد فعلا تفاعلوا ديال سعاد سمعوا السريعة ولا ما سمعوش ليها ما مشاتش في قضية التجارة البشر بكريشة سمعوا لي ولا ما سمعوش لي سمعوا لي وكانت سعاد حاضرة يعني فاش كذبت حنا سعاد ما كذبتش ما بغات تكمل الله يسر ليها ما بغاش تكمل شغلها هذاك غتجيبها في راسها غير ملي غير ما بغاش تكمل حنا قلنا لها ما تخرجش تبكي مره اخرى حتى هو الشرط ديالنا حنا انها ما تخرجش مره اخرى تبكي الا دارت التنازل السريعه ما تخرجش مره اخرى تبكي اه وما بغيناش القنوات اللي كيدافعوا على السعاد واللي مسالين سعاد يمشيو فيها الا كان تنازل قلنا مزيان يكون تنازل لصالح القنوات والسريعه اللي بغيتوا السريعه يكون التنازل ويكون تنازل للقنوات مع العلم ان القنوات اللي معانا قال لك ما باغانش التنازل ما عندنا ما نديرو بالتنازل ديالها يلا تنازل تبقى ما تنازلوش ليها يلا سعاد تنازل بنتها والزوج ديالها ولكن بقى لا على الاجرام اللي دارت ايوا هاي سعاد غتنازل ليها والاستاذ والاستاذه ها يعني ضد التنازل والتزامات فهمتوا سبحان الله التنازل ما بغى يكمل ليكم وهاد الصلح ما بغى يكمل ربي ما باغاش يكمل لان باغي ديك السيده تعاقب هذيك السريعه تنال الجزاء ديالها اما حنا ما تضربنا بقوامل ما تضربنا بمقالي ما تضربنا بكيسان حنا باقنا في خد شي ضربه في شي ضربه خد ديال شي جميله شي كاس ها نتوما خوتي راسي باقي وين في حتى ضربه ما ضربتناش سعاد سعاد ما بغاش تكمل الله يسهل عليها اش راه نقولوا لها اما هي دارت الشكايات ديالها شنا كلشي شنا السريعه عيطوا ليها شنا بوكريشه شنا العاقه شاده العاقه غتنوض تنازل غير هكاك العاقه راه عرفات الشكايه ديال العقوق والشكايه ديال العقوق عرفتي شنو هي كل جلسه علنيه والاستاذ دار لك على العقوق قلت لك كديري في الام ديالها وكل مقاطع يتحطوا لك عرفات تشرح لها بكريشة قال لها شوفي العقوق وبكريشة القضيه التجاره في البشر والتحريض عارف سعاد شاده من هنا هادشي علاش اما نتوما راه ضحكوا عليكم اما نتوما راه نصبت عليكم السريعه ديت لكم فلوسكم راه هي مسافره دوز العيد دابا نقول لكم فين اخوتي من بعث في المعلومات
سلي غادر مسافر مع راسه، وانتم احسن سمس العشيه. ايوا بصحتكم العصير بارد على الصباح. تحياتي لكم المهمات ديالي، الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش اللايكات ديالكم ودبلوا التعاليق والبارطاج. الله يكبر بكم اخوتي العزاز.